طبقنا اليوم السمكة مشوية، هيبقى طبق سهل وبسيط ولكن فيه أفكار كتير مفيدة. نشوف مع بعض طريقة تجهيزه. سمكة مشوية بحشو الثوم، 2 إلى 3 كيلو سمك، 10 فص ثوم شرائح، 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، ملعقة كبيرة بهار سمك، ملعقة صغيرة كزبرة، ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة بابريكا. ملعقة كبيرة أوريجانو، ملعقة كبيرة ملح، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، ربع كوب عصير ليمون، واثنين حبة كبيرة ليمون مقطع شرائح. طبقنا اليوم حيبقى سمكة مشوية. ممكن هالوصفة هاي تنفذيها على أي نوع من السمك، ممكن سمك، إحنا اليوم تعتبر هذه سمكة بنسميها الهامور البيبي، يعني اللي هي سمك البالول، ممكن سمك حمراء، ممكن إيش نقول سمك شرق، أي أنواع من سمك بيخطر على بالك ممكن تنفذي فيها الوصفة، حتى السمك الصغير ممكن ينفع ينشوى. خلينا نتكلم عن طريقة اختيار السمك. طبعا يمكن معظم اللي بيروحوا على سوق السمك بيبقوا الرجال، ما بيبقوا الستات، ومع أنه سوق السمك متعة، فكتير ستات بيحسوا أنه مجهود وويش ودين على سوق السمك ومش عارفة. لا، أنا بحب دايما أشجع ست البيت تروح وتنقي السمك بنفسها. بالعكس، لما تشوفوا الأنواع يمكن يخطر على بالكم تاخدوا أصناف ما عملتوها قبل في البيت ومش متعودين عليها، وتحبوا وتتشجعوا وتجربوها. الأنواع اللي بتبقى في السوبر ماركت بتبقى شوي محدودة يعني. فبنختار السمك طبعا هون عندي الزعانف، معلش أنا شايلها بس عشان سهولة تنظيف على هالوصفة عشان تبقى قدامكم واضحة، ولكن الزعانف بتبقى لما برفعها لفوق وبتبقى لونها فاتح، بتبقى مقياس على أنه السمكة طازة. وأول شيء تنتبهي له للسمكة ريحتها، طبعا بسرعة ببين ريحة السمك لما بيبقى قديم، واللحم لما بنضغط عليه بيبقى مش لين بالشكل هذا، هون بنلاحظ كأنه اللحم كتير لين، وهذا دليل أنه السمكة طازة وفريش. بنجيب السمكة بنفتحها، ممكن حبيتي تفتحيها أنت، ممكن تخلي نفس الشخص العامل في سوق السمك يفتح لك إياها، ينظف لك البطن ويشيل لك طبعا القشور اللي موجودة على سطح السمك. الناحية الثانية هذه الزعانف كليتها بنتخلص منها، والديل بنقصه شوي. الوصفة كتير بسيطة زي ما قلنا، ممكن تطبقيها أو تنفذيها على أي سمكة. الملاحظات بس اللي إحنا بدنا نقولها طريقة التتبيل وطريقة الحشوة. إحنا اليوم حنختار تشكيلة بهارات، مش حنحشي بالكزبرة والحشوات التقليدية، بس مجرد بهار. ساعات بقول أنا الحشوة الكزبرة صح هي لذيذة وفي كتير أوقات بنعملها، بس بحس إنه بصير بتغير كتير طعم السمك، فخلينا اليوم نستعمل فقط بهارات لحشوة. نجهز البهارات اللي حنختارها. أنا تشكيلة كبيرة، وطبعا هي اقتراحات ممكن نغير فيها على حسب أهل البيت ما بيحبوا يختاروا من إبهار. حنشوف مع بعض إيش ممكن عنا. هون البابريكا، وعندي الكمون والكزبرة. طبعا هدول يمكن الأشياء بتبقى أساسية في السمك. بهار السمك صار موجود يمكن في معظم الشركات اللي بتعمل بهارات، بيطلعوا خلطات خاصة ببهار السمك، وبيبقى داخله الكمون والكزبرة، وبرضه داخله شوية كركم، فبس له هيك تركيبة بنسب معينة، فإله ريحة خاصة، فممكن يكون برضه عندك نوع من بهار السمك الخاص فيكي وبتقدري تستعمليه بهالوصفة. هلأ مع بهارات السمك أنا حضيف أوريجانو، حسيت أنه الخلطة غريبة، ولكن جربوا طعم الأوريجانو، عشان إحنا مش حاطين هون قلنا كزبرة، فأنا بدي إشي برضه فيه ريحة قوية، فحبيت أني أضيف الأوريجانو. هنحتاج حوالي معلقة كبيرة، هيك عندي تقريبا شي معلقة كبيرة، وجربوها اليوم هيك إذا في مجال، سجلوا هالوصفة وحضروا لتعملوها بكرة على سفرتكم. هحط فلفل أسود، بس بدي أكتر، يعني محتاجة حوالي نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود،
وطبعا الملح، هنحتاج شوية ملح. خلصنا هلأ مرحلة البهار واخترنا البهارات اللي بدنا نستعملها، هنخليها على جنب ونرجع نتكلم عن السمكة. السمك يفضل انه دائما اطبخه واكله فريش، هاي افضل طريقة للتمتع فعلا بطعمه، ولكن لا يمنع طبعا انه نحطه بالفريزر. اذا حبيت تحطيه بالفريزر برضو يفضل انه ما ينحط لفترة طويلة، كل ما كانت فترة قصيرة كل ما كان افضل. هنحتاج هلأ نتبل السمك ونجهز برضو، خلينا اجهز انا الليمون برضو عشان نشوف طريقة استعماله في هالوصفة هاي. حقطع الليمون الى شرائح، الاطراف هذه هخليها للحشو في الداخل، ممكن نستعملها خليها على جنب، وهذه القطع هستعملها لحشو او لتزيين. هي مش بس تزيين بيني وبينكم، هي بتستعمل كمان لاعطاء طعم، ولكن خلينا برضك نكسبها برضو في مجال التزيين. وعندي نصف ليمونة هستعملها برضو للسمكة هاي. يبقى البهار عندي جاهز، الليمون جاهز، وحجيب شرائح من التوم اللي بيطلع عليه بيفتكر انه لوز مقشر، ولكن هو لا مش لوز، شكله عامل زي اللوز، هو شرائح من التوم هنستعملهم، ونشوف كيف ممكن نعمل في تتبيل السمك. هحتاج اعصر الليمون بهالطريقة مباشرة على السمكة، انا ما بدي احط كتير يعني مش اغرقها بالليمون، في ناس يمكن الكترة ما بتنفع، بس مجرد هالنص ليمونة كفاية عندي جدا لأفرك فيه السمكة من كل الجوانب بهالطريقة. وبعد هيك تشكيلة البهار اللي جهزناها هنخلطها مع بعض وأوزعها في داخل السمك. زي ما قلنا السمك بيبقى وصفاته كتير متعددة، في ناس بيحبوا يعملوه بالأعشاب، ولكن احنا اليوم خلينا نجربه بتشكيلة البهار. هنخلي السمكة على جنبها بهالطريقة، وابتدي اعمل هيك زي تقطيع على ظهر السمكة بهالطريقة، ادخل هيك لجوه. هلأ التقطيع هذا بيخلي طعم السمكة كتير لذيذ، وبنفس الوقت بيساعد على انها ما تاخذ وقت اكتر في الطهي. بفتح بإيدي هيك شوية بهالتجويف، لاحظوا، وبحاول أرش عليه شوي من البهار نفسه اللي استعملناه في السمك. بنلاحظ كيف بنرش البهار في داخل التجويف، وبعد هيك باخذ شرائح ليمون وثبتها في الفتحات بهالطريقة. خلينا نقطع واحدة كمان، هنحتاج كمان شريحة، هتبقى عندي بهالشكل هذا. عندي فصوص الثوم برضو مع الثوم مع الليمون، بدخل فصوص الثوم في داخل هالتجويف، هاد كتير بتعطي طعم. هلأ لما بتنشوى السمكة بتحمص عندي الليمون وبينشف، حتى بتحس انه كل العصارة اللي في الليمون وقشرة الليمون نفسها عطت طعم كتير لذيذ على السمك. لاحظوا كيف بدخل فصوص الثوم ما بين الفتحات بهالطريقة. اذا حبينا بقى فليفر اكتر او نستمتع بطعم الثوم اكتر، ممكن نحط كمان كمية في الداخل. أنا مش هحط كمية كبيرة، مجرد بعض شرائح الليمون. نرجع نكمل تقطيع الليمون عشان نقدر نحشي برضو السمكة بشرائح الليمون. شرائح الليمون اللي بحطها في السمكة بتعطيني طعم مميز، لأنها فيها القشرة، والقشرة بتعطيني زيوت عطرية كتير طيبة، غير عن عصير الليمون فقط. يبقى أنا هحط شرائح ليمون مع الثوم، وإذا عندي شوية بهار برضو حرشهم عليها بهالطريقة. وبقية البهار حنرشه أو نوزعه على السمكة كلها
من الخارج بهالشكل هذا. نحط شوي كمان على الراس. يبقى احنا هيك خلصنا تتبيل السمك وحشيناها زي ما شفنا بشرائح الليمون بقشره عشان تاخد الفليفر الطيب من قشرة الليمون، وحنشوف طريقة خبزها أو شويها بالفرن بعد الفاصل. عشان نشوي السمكة هحتاج صينية فرن تبقى زي ما نقول سميكة عشان تستحمل هيك وزن السمكة. هبطنها بورق سيلفر. لما ببطن الصينية بورق السيلفر هذا ما له علاقة بالسمكة، ولكن كنوع من التسهيل على ست البيت عملية التنظيف بعد ما نطلع السمكة من الفرن. هحتاج قطعتين من أو يعني قطعتين يكونوا كبار شوي من ورق الألمنيوم. هخلي واحدة عكس واحدة عشان أقدر ألف السمكة كويس. هخليهم بالصينية بالطريقة هاي، وبعد هيك بقدر أحملها أنا كنبها. ما قدرت تحمليها ممكن تنادي أبو العيال يساعدك ويحمل معاكي هالسمكة لأنها بدها شوية تقول. بسم الله. يبقى إحنا هلأ بضل عنا خطوتنا الأخيرة اللي هي إضافة شوية زيت زيتون على السمكة قبل ما أدخلها الفرن. برش عليها زيت الزيتون بهالطريقة. وبعد هيك بغلفها بإحكام. نلاحظ كيف طريقة التغليف تبقى محكمة. وبدخلها الفرن تكون درجة الحرارة من 180 ل 190. بتاخد لها حوالي ساعة، ساعة وربع. قبل ما يخلص وقت الشوي بشيل شوي أو بقص طرف الورقة اللي جاي على الوش هيك، أو بقطعه هيك شوي بإيدي على أساس السمكة تأخذ تحميرة وتتحمص شرائح الليمون ويبقى شكلها مميز وفاتح للشهية. هلأ عنا الخطوة الثانية. خلينا أنا مش هدخلها بالفرن هلأ، خلينا أتكلم عن طريقة تضيف أو تقديم السمكة هاي. أنا السمكة هاي ممكن أقدمها مع بطاطس مشوية مثلا. اليوم بالمصادفة يعني كان عنا بطبق الأصابع البطاطس المشوية، كتير لذيذ مع السمكة. أو إذا حبيتي تعملي رز ممكن أعمل رز. وبنقول دايما بنحاول نريح ست البيت في أثناء وقفتها في المطبخ. هالسمكة هاي تبلناها بس ونحطها بالفرن ما بتاخد منا أي مجهود. وفي أثناء ما بتنخبز السمكة ممكن أنا أستعمل الرايس كوكر عشان أعمل رز. ممكن ببساطة أخذ أي نوع من الرز. أنا اليوم بدي أعمل رز يعني مجرد مفلفل. ممكن أخذ رز بسمتي وأحطه بالرايس كوكر بهالطريقة. حبيت أعمله بالزعفران، حبيت أعمله بأي نوع من البهار على حسب ما بترغبي. مش شرط دائما السمك يكون معاه رز سمك. في ناس كتير بيكونوا متعودين على إنهم يأكلوا. خليني أشيلهم بإيدي مش مشكلة. بقول في ناس كتير متعودين أو بيحبوا يأكلوا السمك مع رز سمك اللي هو الرز اللي بنجهزه مع البصل المحمر. بس مش شرط يا جماعة، ممكن دائما نغير وننوع في عاداتنا. أنا حقدم السمك اليوم بس مع رز أبيض، فحضيف لها المي. ونحط شوية ملح و هنسيب الرايس كوكر تطبخ الرز وإحنا مرتاحين، ويبقى جاهز على السفرة على طول. بيضلوا دافي وقت اللي أنا بدي أطلعه بطلعه في الوقت المناسب. بس خلينا نحط الغطاء ونسيبه بهالطريقة ونشوفكم بعد شوي. نظفنا السمكة ومسحناها بعصير الليمون. جهزنا تشكيلة من البهار ومسحناها في داخل وخارج السمكة. قطعنا ظهر السمكة على شكل شرائح وحشيناه بشرائح الليمون والثوم، وغلفنا السمك بورق الألمنيوم ودخلناها الفرن تنشوى. الرز هلأ صار عندي جاهز وبقدر أحتفظ فيه. هلأ يعتبر هو دافي ممكن لفترة طويلة، مش شرط إنه مجرد ما ينطفى الجهاز إني أسكبه. لا، هاي ميزة الأجهزة هاي إنه
بتحتفظ لي بالرز لوقت اللزوم، وقت السفرة بقدر أستمتع فيه جاهز على الأكل على طول. بغرف الرز، وزي ما قلنا التنوع بالأطباق بيبقى كتير مفيد لست البيت عشان أهل البيت ما يزهقوا. يعني كل ما كان في مجال إنه نقدم أفكار جديدة وأساليب طبخ، كل ما كان في مجال إنه نقدم أفكار جديدة وأساليب طبخ مبتكرة، برضو ست البيت بتبقى مرتاحة وعارفة إنه أهلها أو أهل كل ما كان في مجال إنه ست البيت تتفنن بتقديم أطباق جديدة، الكل حينبسط والكل حيبقى سعيد. وزي ما بنقول دائما التنوع كتير مطلوب في أطباقنا. يبقى الرز عندي هلأ جاهز، محتاج بس إذا حبيت أحط عليه بعض قطع الجزر أو أي تزيين آخر، ممكن شرائح الجزر هاي بتعطيني لون حلو. وعندي بعض البقدونس نزين فيه، بس زي ما بنقول هيك لمسات سريعة على طبق الرز. ونوديها على السفرة جنب السمكة. بنقول دائما هالمجهود اللي بتبذله ست البيت لابد انه يلاقي اعجاب، ولكن ما بدي الكل يعتمد على وقفتها في المطبخ لحالها. ياريت دائما أفراد الأسرة يساعدوها في الدخول إلى المطبخ. هذه الوصفة اليوم اللي قدمناها المساعدة حتكون كتير مهمة من أبو العيال، عشان زي ما قلنا يشيل معاها السمكة عشان تقيلة، ولكن في وصفات أخرى حنقول الأطفال وفي وصفات أخرى حنقول الشباب. المهم كلنا نشارك مع بعض في دخول المطبخ وتجهيز السفرة.